السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم مع سعاد فلوغ، فيديو جديد. مهم اليوم غادي تكون بعيدة عن الطبخ وعن الفلوغات، غتكون واحد الوصفه خاصه للشعر اللي هي زوينه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من تساقط الشعر او الشعر ديالهم ما كيطوالش. وقلت علاش لا نتقاسم معكم هذه الوصفه. مهم هنا احبابي، هانتوما كما كتشوفوا هنايا شريت حبه ديال الكوك. كما كنعرفوا زيت الكوك راه كيكون شويه الثمن طالع، الاصلي كيكون الثمن طالع، لذلك انا شريت حبه الكوك. هانتوما بعد ما سلقتها مع الماء وتقريبا واحد نص يطرو زيت العود، والماء، الماء تقريبا شي كاس، وخليتها تغلات وشديتها طحنتها وعصرتها، هي اللي خرجت منها هاد الزيت اللي غادي نشوفو دابا اللي غادي نخلط به المكونات. وحتى بالنسبه لهذا الشيء اللي كيبقى لكم، هاد الشيء اللي كيبقى غتقدروا تنشفوه تكرموه وطحنوه وديروه تستعملوا الدات ديالكم الوجه، راه زوين. وبالنسبه اشني غادي نحتاجوا هاد الوصفه اللي ضد تساقط الشعر، وهذه مجربه احبابي وهي اللي كندير. شعري الحمد لله راه ما كيتساقطش ودغيا كيطوال، ما كي دغيا كينقطعو كيطوال، ما كنعانيش انا من هذا المشكل بسبب هذه الوصفه. هذه الوصفه احبابي عندنا هنا الحلبه، راه صراحه راه شي حاجه اللي مهمه للشعر. عندنا الحلبه مدقوقه، عندنا الحبه السوداء مدقوقه، وعندنا اوراق الصدر مدقوقين. هادو اهم العناصر اللي خاصهم يكونوا في هذه الوصفه. وبالنسبه هنايا كما كتشوفوا احبابي، هنا طحنت القرنفل مع الخزامه والورد. هادو بالنسبه ليا انايا غير باش يكسروا لي ديك داك الريحه ديال الحلوه، هادشي علاش كنديرهم. وانتوما لما كانوش عندكم تقدروا ما ديروهمش، غير هاد المكونات ثلاثه راه ما يقضوا الغرض. انا هادو قلت لكم علاش، باش كيحيدوا ديك الريحه المجهده ديال الحلوه ما كتبقاش. غادي نشد غنغربلهم باش يكون عندي كلشي، زعما ما كاينش داك الاطراف اللي بقاو لاصقين ليا في الشعر. نغربلهم على هاد الشكل، وانا ديما كنقول لكم احبابي بالنسبه للوصفات راه اهم شيء وهي طريقه الاستعمال اللي غادي نوريكم. واخا انا ما عنديش معايا شي واحد اللي شعره طويل، ولكن غادي نحاول نوريكم طريقه الاستعمال كيفاش تستعملوا هذا الخليط على الشعر ديالكم. غادي نوريكم الطريقه غير على تيت مانكا. هاد الوصفه انا راه ما كتخطانيش من البيت ديالي. ودائما نصيحتي ان اي حاجه غتستعملوها طبيعيه ضروري تكون معاها كل شيء يكون طبيعي. ما يمكنش انكم ديروا مثلا المواد الطبيعيه وتخلطوهم بزيوت اللي كيكونوا مخلطين مع مواد، او لا ديروا معاهم شي اي حاجه، اي عنصر طبيعي يتخلط بماده طبيعيه. صافي بعد ما غربلت كلشي دابا غنضيف عليهم هاد الخليط. هانتوما كيفاش داير، راه تا هو مصفياه مزيان. دابا هادي راه غدي ليا احبابي، غادي نديرها في واحد القرعه ونخليه لما نكون كنطبقها على الشعر ديالي جوج المرات في السيمانه. صافي هنا
خلطت جميع العناصر على هذا الشكل. ودابا احبابي نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوهم. نتمنى ان نكون باينه لكم. انا ما غاداش نضيع المسحوق ديالي باش انني غادا نديرو على طيط مانكا. غادا نوريكم الطريقه علاش غادي نفرقوا الشعر هنايا. غنديروا كميه، ماشي غادي غير ندهنوا بيدينا الشعر هكا ونخلوه، لا، خاص داك الشعر يتبلل لينا بهذا المسحوق، وباش غادا تشرب لينا هذيك. ملي غنديروا غنبقاو نديروا بيدينا هكا 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 هكا. هاد الحركات شنو كيديروا لينا؟ الدور ديالهم انهم كيسخنوا لينا ديك الفروه ديال الشعر، وكالدوره الدمويه كدور في الشعر كامل. انا كنفرق الشعر ونحط المسحوق وانا كنخدم بيدي هكا نخدم بيدي، نحاول نسخن الشعر ونجي عاوتاني ندير نهز الشعر منه، ندخل غير الاصابع ديالي ونبقى ندور هكا حركات دائريه، يعني مساج للشعر. متفقين؟ هكا مساج، نبقى ندير مساج للشعر ديالي. راه اي برودوي راه لا ما كاش طريقه الاستعمال ديالو صحيحه راه ما ينجحش. اي ماسك تبغيو ديرو راه هي طريقه الاستعمال ديالو. كتبقاو ديرو مساج دائري في فروه الشعر كامله. ملي غنساليو حنا دابا، حنا درنا الخلطه ديالنا الشعر، دابا غيبقاو لينا الاطراف. الاطراف اشنو غنديروا ليهم؟ غادي نجمعوا الشعر، غنفرقوا الشعر بحال غادي نوضعوا ديفريزاج او السباغه. الشعر دائما خاصو يكون مشوط ويكون المشط، من الاحسن تكون هذيك لا بروس بلات. هنايا غنجيب المسحوق، غادا ندهن مثلا، ندهن ناخذ خصله رقاق. نسي حبايبي واش كنبان ولا ما كنبانش. ناخذ مثلا خصله رقاق وندهن المسحوق ديالي هكا، وغنجيب ديميلواغ، واللي ما كاش عنده ديميلواغ يستعمل غير هذا البيناكو. على هذا الشكل غادا نستعمل انا الظهر ديالها. الظهر ديالها غادا ندير هاك خصله الشعر كامل حتى لتحت ونهبط، نبقى ندير هكا باش هاد المواد تشرب ليا الزغبه مزيان. الشعره غادا تشرب المسحوق، نبقى ندير هكا ويمام طون الشعره. كنسخن الشعر، ملي نسالي كندوز بهاد المشط الرقيق وندوز الخصله الثانيه، وندير ثاني المسحوق ونبقى الخلطه ونبقى نسخن في الشعر هكا. هذه راه بالنسبه للطريقه احبابي، راه ديروها لاي ماسك بغيتوا تطبقوا على شعركم، اي وصفه ضروري من هذه العمليات. لا ما كاش تسخين الشعره راه ما كتشربش البرودوي، كيبقى غير الفوق ديالها صافي وكنمشط. وندوز عاوتاني نجبد ثاني خصله وندير نفس الطريقه هذه بالنسبه للاطراف الشعر. اما قمه الراس راه كنخدموها في الاول، فروه الراس كامله كنخدموها هي الاولى، وهاد العمليه الاخيره كتبقى لينا غير الاطراف ديال الشعر كاملين. كنمشيو على هاد الطريقه بالبيناكو كما قلت لكم، او ديميلواغ اللي عنده ديميلواغ تخدموا غير بهذا الظهر ديالها. وملي كتخدموا هذا تهبطوا تسريحه، الشعر كيكون مسرح ديجا، هذا كتمشطوا هكذا وكتساليو، كديروا عليه واحد البوني، بوني كيف ما كان عندكم. كما كتشوفوا انا راني دايره ها هو مغطيه دابا شعري. كديروا على هذا الشكل وتخلوه تقريبا واحد ساعتين حتى ثلاثه السوايع، اولا ديروه من مع الصباح ولا كنتو غادي للحمام حتى تساليو وتمشيو للحمام، راه ما كدور لا الشعر لا والو. المهم هذه هي الوصفه اللي كتمنع التساقط، وخذوها مني اقسم فمي بالله لا شعركم ما غاديش يتساقط، ما يبقاش تشوفوا التساقط وشعركم غادي يطوال بالخف. ونتمنى مني انني نكون خفيفه على القلوب ديالكم وانني فدتكم، يعني شاركت معكم واحد الوصفه اللي كنستعملها انا نفسي شخصيا. قلت علاش لا نشاركها معكم توليو تطبقوا على شعركم بدون ما تشريو مواد غاليه وكثيره وتقام عليكم، ولكن ما كاينش واحد النتيجه. هذه ضروري غادي تشوفوا النتيجه، غير هي طبقوها جوج المرات في السيمانه وتبقاو متبعينا. وبسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى فيديو قادم. وبسلام عليكم، ما تنسوناش من الدعم ديالكم التشجيعات ديالكم، وباي باي.